في بقى موضوع انا يعني متصل بحضرتك بيه مخصوص، ويمكن ان لم يكن من اهم المواضيع اللي هتنزل على صفحه حضرتك، اتفضل هو الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده. اتفضل، بس خليك اسرع عشان الوقت. انا معاك. معلش بس يبقى في سعه صدر اللي التفاصيل اهم من الموضوع ده نفسه. معلش. اتفضل الاول هبدا بموضوع الموضوع ده هنشتق منه اللي انا هتكلم فيه. انا اسمي بلاش اسمي، انا يعني فاهم واحد كواحد، انا كنت متعلم برمجه ومتعلم كودينج وفاهم في الهاكر والشغل ده والهاكينج والكلام ده. فانا بطبيعه ان انا بقالي فتره موجود يعني، فكنت بدخل اشتري كورسات واشتري حاجات، فموجود مع ناس، مع جروب كبير جدا مشهور على التليجرام بتاع كورسات، بيبيع كورسات وكده. فمن يعني من بسبب ان انا قديم معاهم خلوني ادمن معاهم في الجروب. تمام. فالفكره في مره كنا مثلا على الساعه 2 بالليل او كده، لقيت حد دخل على الجروب وبيطلب حد يساعده بمبلغ كويس، يعني حد يساعده في مهمه وهيديله مبلغ كويس. المهم دخلت كلمته قلت له تحت امرك اتفضل، بحسبه مثلا عايز يشتري كورسات يتعلم حاجات كده احنا معاه يعني. دخل واتكلم بقى معايا، بس بيتكلم بطريقه مبهمه، يعني هو عايز حاجات بس بطريقه مبهمه. المهم ما ارتحتلوش. فانا يعني حسيت ان كلامه رايح في حته مش كويسه، اللي هو شمال وهاكينج والكلام ده. فقلت ايه ادخل عنده اشوف، يعني الصراحه الفضول وقتها اكلني ان انا ادخل عنده واسمع او اشوف هو بيعمل ايه وكده. المهم دخلت واكتشفت كوارث من يعني يا دوبك دخلت عنده لقيته مشترك في جروبات، هو اصلا مشرف في جروبات كبيره جدا، جروبات اباحيه وفضايح لناس كتير. بدات بقى ادخل عنده، لقيت ايه؟ لقيت الدنيا الجروبات دي بتبقى قائمه على انها بيسرقوا او بيسربوا صور البنات وفيديوهات البنات من على موبايلاتهم بطريقه هشرحها في اخر الكلام. اللي بيحصل كالتالي، ان الشبكه هم شبكه مع بعض، هم جروبين مشهورين جدا جدا جدا، وفيهم تجار كبار، والصور والفيديوهات دي بيندفع فيها فلوس بطريقه غريبه وبالدولار كله. فالمهم تتبعت الموضوع ودخلت وتعمقت في كل حاجه، لقيت اللي بيحصل كالتالي، انهم مجموعه فيها مثلا 10 15 هاكر او الكلام ده، بيدخلوا يتتب يعني مثلا حضرتك عندك حساب على الانستجرام، فبيدخلوا مثلا عندك على الانستجرام، حضرتك مثلا منزله صوره، فانت من الظاهر انك جميله او كده، فيستهدفوا البني ادمه اللي شايفين ان شكلها حلو وممكن بعد كده يستغلوا صورها. انا جاي لحضرتك في الكلام مظبوط. فالمهم بيعملوا كالتالي، انهم مثلا يدخلوا يشوفوا مثلا، لان غالبيه البنات بيبقى مثلا معاهم على تليفوناتهم مثلا صور مش كويسه او صور يعني براحتهم يعني في البيت وكده. فبيدخلوا الاول يجيبوا رقم البنت، بيجيبوه من على الانستجرام او من على الفيسبوك او من على اي حاجه. طب انت قول لي، بما انك انت متخصص في دي او فاهم في دي، انت تنصح البنات بايه؟ يعني البنات تاخد بالها ازاي؟ اللي ممكن تكون كل نيتها ان انا انزل صوره عشان اصحابي يشوفوها، ان انا عايزه كومنتات على الصوره، ان انا عايزه لايكات على الصوره، يعني ايه اللي انت تقوله من واقع اللي انت بتحكيه ده؟ مش الفكره انه بيتسرب صورهم من غير ما ياخدوا بالهم، يعني الهاكر ده بيدخل يجيب الرقم، يدخل يكلمهم. الواتس اسهل وسيله ان اي حد يدخل على الموبايل او يركب الموبايل او يجيب من عليه اي معلومات، الواتساب. فالمهم انه بيدخل يبعت لها رساله، البنت بمجرد انها تدخل على الشات اصلا كده التليفون بتاعها اتفتح قدام الهاكر. فطبعا بقى يقدر يدخل على كل صورها ويعرف كل تفاصيل الموبايل فيه ايه. بالظبط. بعد ما يدخل وياخد صورها، بيبقى بيمشي على محورين، المحور الاول انه بيدخل يهددها بالصور او انها تبعت فلوس ويبتزها طبعا ويقول لها مقابل ده طبعا. يعني انا عايزه اقول طبعا ان انت اثرت نقطه مهمه جدا، لان كم البنات اللي بتبتز كتير جدا، لا اما بنات هم كانوا باعتين صورهم برغبه منهم وكانت مخطوبه سي او مرتبطه او في علاقه فكانت بتبعت صورها وفيديوهات برغبه منها، وفي بنات لا، في بنات كتير جدا تم فبركه صورها عشان خاطر تبتز بيها ويدفع فلوس.